مرحبا، أنا الدكتور حامد أيضاً من مركز ستيت اسطنبول لزراعة الشعر. لقد قمنا بتحضير هذه الفيديو لشرح ما يجب فعله للذين قاموا بعملية زراعة الشعر، وأرجو من الذين قاموا بعملية زراعة الشعر أن يستمعوا جيداً إلى هذه الفيديو وأن يلتزموا للتعليمات والإرشادات التي ستسمعونها. وقبل أن أبدأ بالتعليمات والإرشادات، أتمنى الشفاء العاجل للجميع الذين قاموا بعملية زراعة الشعر. بعد إنجاز عملية زراعة الشعر نكون قد أنجزنا 90%، و10% المتبقية تكمن في الالتزام بالتعليمات والإرشادات. سيكون محتوى هذه الفيديو على صيغة سؤال وجواب. أول سؤال يسأله المريض بعد عملية زراعة الشعر: كيف سأستعمل الأدوية؟ الأدوية التي يجب استعماله بعد عملية زراعة الشعر هي أدوية قليلة، وبالأخص وفي يوم العملية يجب استعمال فقط مسكن الألم لا أكثر، لأن الأدوية المضادة الحيوية تكون قد تم إعطاؤها للمريض أثناء العملية عبر مغذي يتم تركيبه أثناء العملية للمريض. وفي اليوم التالي للعملية يتم استعمال دوائين: الأول مضاد حيوي ويتم استعماله صباحا ومساء حسب الوصفة الطبية التي يكتبها الدكتور بعد العملية. الدواء الثاني هي من أجل منع التورم والانتفاخ التي قد تحدث بعد عملية زراعة الشعر، وسترون كيفية استعمال هذه الأدوية في المجلة التي يتم إعطاؤها للمريض بعد العملية في اللغة التركية وفي بقية اللغات. هناك أدوية يجب عليكم إحضارها معكم عندما تأتون للغسل الأول للشعر في اليوم الثالث من عملية زراعة الشعر. الدواء الأول هي لوشن لترطيب فروة الرأس. الدواء الثاني هي شامبو خاص لغسل الشعر. الدواء الثالث هي أمبول معقم مضاد حيوي لاستعماله من أجل المنطقة المالحة. يجب أن لا تنسوا أن تحضروا هذه الأدوية معكم عندما تأتون للغسل الأول للشعر. وهناك أيضا تعليمات وإرشادات في المجلة التي يتم إعطاؤها للمريض بعد العملية، ويجب الالتزام إلى هذه الإرشادات والتعليمات. وبشكل عام استعمال الأدوية بعد العملية تكون سهلة. متى تبدأ الشعر المزروعي بالنمو؟ يبدأ الشعر المزروعي بالنمو بعد الشهر الثالث من العملية، ويتساقط الشعر المزروع بعد أسبوعين من تاريخ العملية، وطبعا يتساقط فقط القسم الذي بقي خارج المسامات، بحيث القسم الذي بقي داخل المسامات هي الجذور، ويبدأ هذه الجذور الذي بقي داخل المسامات بالنمو بعد 3 أشهر من تاريخ عملية زراعة الشعر. وبعد مرور 3 أشهر يبدأ الشعر المزروع بالنمو، ويوميا ينمو ويظهر 15 شعر جديد إلى 20 شعر جديد. وعندما نصل إلى الشهر السادس نكون قد حصلنا على 50% من الشهر من الجذور المزروع. وعندما نصل إلى الشهر 12 نكون قد حصلنا على 90% أو 85% من الشعر المزروع قد نما وظهر. وبعد الشهر 12 ينمو ويظهر 10 أو 15 المتبقية، ولكن المريض لا يستطيع مراقبة ذلك. كم تستمر مدة التخدير بعد الانتهاء من عملية زراعة الشعر؟ أغلب المرضى يسألون كم تستمر مدة التخدير بعد الانتهاء من عملية زراعة الشعر؟
تستمر مدة التخدير بعد عملية زراعة الشعر بين ساعتان أو 3 ساعات. ولكن هل سيكون هناك ألم بعد زوال تأثير التخدير؟ طبعا لن يكون هناك ألم بعد زوال تأثير التخدير بفضل مسكن الألم الذي سيستعمله المريض في الليلة قبل النوم، وبذلك لا يشعر المريض بالألم أثناء العملية وحتى بعد العملية. كيف يجب أن ننام بعد عملية زراعة الشعر؟ كيفية النوم خلال الأيام الثلاثة الأولى مهمة جدا. يجب أن ينام المريض عن رقبته وأن لا ينام يمينا أو يسارا أو على وجهه. قد يعاني المريض الذي أجرى عملية زراعة الشعر بعض الاضطرابات في النوم في الأيام الثلاثة الأولى، وقد يستيقظ كثيرا في الليل، ولكن هذه الاضطرابات سيزول في اليوم الرابع ولن يبقى هناك أي شيء يزعج المريض أثناء النوم. نعطي للمريض مسكن ألم أثناء العملية من خلال مغذٍ، ولذلك لن يحتاج المريض لاستعمال مسكن الألم بعد عملية زراعة الشعر، ولكن ننصح المريض باستعمال حبة واحدة من مسكن الألم قبل أن ينام حتى لا يحدث ألم في الليل أو أثناء النوم بحيث يسبب إزعاجا للمريض. وفي حال حدوث ألم في المنطقة المانحة يمكن للمريض استعمال مسكن للألم الذي سيكتبه الدكتور في وصفة طبية، ويمكن للمريض استعمال 3 حبات من مسكن الألم يوميا. ماذا سأتناول بعد عملية زراعة الشعر؟ يتم تقديم وجبة مخصصة لمرضى زراعة الشعر أثناء العملية. هذه الوجبة تحتوي على فيتامينات وبروتينات كافية لمرضى زراعة الشعر. وبعد الانتهاء من العملية وبعد أن يذهب المريض إلى منزله أو إلى الفندق يمكنه تناول ما يشاء، شرط أن لا يكون وجبة دسمة جدا، وأن لا يتبع نظام حمية بعد العملية حتى يستطيع المريض أن يعوض ما خسره من طاقة أثناء العملية. هل هناك طريقة لأنام بشكل مريح بعد عملية زراعة الشعر؟ يمكن للمريض استعمال وسادة رقبة التي تستعمل عادة في السياحة بالطيران. ستمنع هذه الوسادة من التماس بين المنطقة المانحة وبين الوسادة العادية، ولذلك سيستطيع المريض النوم براحة كاملة. وننصح جميع المرضى الذين يقومون بعمليات زراعة شعر بالحصول على وسادة الرقبة من أجل نوم مريح، وبذلك يحمون المنطقة المانحة أيضا. هل سيكون هناك انتفاخ في الوجه بعد العملية؟ المغذى الذي نقوم بتركيبه على المريض أثناء عملية زراعة الشعر يحتوي على أدوية لمنع الانتفاخ، ولكن عندما لا يحصل المريض على الراحة الكافية أو عندما يتجول المريض ويتمشى كثيرا أو ينحني إلى الأمام كثيرا فإن نسبة حدوث الانتفاخ تكون كبيرة. سبب هذه الانتفاخ نزول سائل التخدير إلى الجبهة أو إلى الوجه بعد عملية زراعة الشعر، ولكن بفضل المغذي أثناء العملية والأدوية التي ستستعملها المريض بعد العملية لن يكون هناك انتفاخ، وإن حصل سيزول بعد 2 أو 3 أيام كحد كأقصى تقدير. وهناك وسيلة أخرى وفعالة لإزالة هذه الانتفاخ، وهي وضع الجليد على مكان الانتفاخ كل 2 ساعات. هذه الوسيلة فعالة جدا في إزالة الانتفاخ. يجب أن لا يكون الخط الأمامي للشعر خطا مستقيما، وأن يكون هناك بعض الاختلالات
حتى لا يبدو الشعر المزروع شعرا اصطناعيا. ولذلك نعطي اهتماما كبيرا جدا على شكل الخط الأمامي، ونحرص على أن لا يكون خطا مستقيما وأن يبدو مثل الشعر الطبيعي. بعد الانتهاء من عملية زراعة الشعر يخرج سائل التخدير من مسامات المنطقة المانحة، وهذا السائل يكون ممزوجا قليلا من الدم. وهذا لا يعني أن السائل الذي يخرج هو دم، وإنما فقط سائل التخدير الذي يخرج بعد العملية. ولذلك سيرى المريض أن هناك سائلا في اللون الأحمر على وسادته، ولكن كما أسلفت قبل قليل أن هذا السائل ليس دما، وإنما سائل التخدير ممزوجا بقليل من الدم. هل أفقد بصيلات بعد عملية زراعة الشعر؟ في العموم يفقد المريض بعد العملية حوالي 30 إلى 40 بصيلة بسبب ارتفاع ضغط الدم للمريض أو عدم زرع ذلك البصيلات بشكل صحيح، ولكن بفضل خبراتنا لن يفقد المريض بصيلة واحدة بعد عملية زراعة الشعر، وبذلك نضمن للمريض بأنه لم يخسر بصيلة واحدة بعد عملية زراعة الشعر. هل سأستعمل طاقية بعد العملية؟ من النقاط المهمة بعد عملية زراعة الشعر هي الاستخدام الصحيح للطاقية، ويجب على المريض ارتداء الطاقية عندما يكون في الخارج أو تحت المطر أو عندما يكون في مكان فيه الغبار، وبذلك سيحمي هذه الطاقية شعرك المزروع من العوامل الخارجية. ونفس الوقت يجب على استعمال الطاقية عندما يكون المريض في الداخل. متى يتم تغيير الضمادات؟ يتم تغيير الضمادات في اليوم التالي من يوم العملية، ويمكن إزالة الضمادات إن رغب المريض في ذلك، أو يمكن الانتظار حتى يوم الغسل الأول للشعر لتغيير ذلك الضمادات، ويمكن للمريض أيضا الانتظار لليوم الثالث لتغيير الضمادات وإجراء الغسل الأول للشعر، بحيث يتمتع المريض الحرية في هذا الموضوع. متى سأغسل شعري للمرة الأولى؟ في العموم يتم الغسل الأول للشعر بعد 36 إلى 48 ساعة، ولكنني أفضل أن أجري الغسل الأول للشعر في اليوم الثالث للعملية. عندما نكون أجرينا العملية في اليوم الأثنين، فإننا أفضل أن يكون الغسل الأول للشعر في يوم الأربعاء، ويمكن أيضا إجراء الغسل الأول في يوم الخميس، ويمكن متابعة فيديوهاتنا حول الغسل الأول للشعر في قنواتنا في يوتيوب. كم من الوقت سأشعر أن فروة رأسي مخدر بعد العملية؟ سيشعر المريض أن فروة رأسه مخدرا قليلا لمدة أسبوع بعد عملية زراعة الشعر. طبعا سيكون شعور جزء للتخدير. متى يستطيع المريض أن يعود إلى رأس عمله؟ تتم المراجعة الأولى للمريض في اليوم التي تلي يوم عملية زراعة الشعر، وتتم أيضا إزالة الضمادات إن طلب المريض ذلك. وفي اليوم التالي، أقصد اليوم الثالث للعملية، يوم غسل شعر المريض، وبذلك يمكن للمريض العودة إلى رأس عمله. كيف يتم مراقبة حالة المريض بعد عملية زراعة الشعر؟ يتم مراقبة حالة المريض بعد عملية زراعة الشعر وبعد أن يعود المريض إلى بلده عن طريق الصور والفيديوهات، حيث يقوم المريض بتصوير شعره من اليمين، من اليسار، من الخلف، من الأمام، من الأعلى،
بعد مرور 18 يوما على تاريخ عملية زراعة الشعر إلى رقم الدكتور 00905322381919. هذا الرقم فقط لتلقي الصور من المرضى وتحليل الصور من قبل الدكتور، وبعدها يتم إخبار المرضى عن وضعهم وعن وضع شعرهم. المراقبة العامة لحالة المريض تتم كالتالي: صور من اليمين، من اليسار، من الخلف، من الأمام، من الأعلى، بعد مرور 18 يوما من تاريخ العملية إلى رقم الدكتور. صور من اليمين، من اليسار، من الخلف، من الأمام، من الأعلى، بعد 90 يوما من تاريخ عملية زراعة الشعر إلى رقم الدكتور المذكور في الأعلى. صور من اليمين، من اليسار، من الخلف، من الأمام، من الأعلى، بعد مرور 6 أشهر من تاريخ العملية إلى رقم الدكتور. صور من اليمين، من اليسار، من الخلف، من الأمام، من الأعلى، بعد مرور 9 أشهر من تاريخ العملية إلى رقم الدكتور. صور من اليمين، من اليسار، من الخلف، من الأمام، من الأعلى، بعد مرور 12 شهرا من تاريخ العملية إلى رقم الدكتور المذكور في الأعلى قبل قليل. كيف سأقص شعري بعد عملية زراعة الشعر؟ يمكن للمريض حلاقة شعره كما يشاء بعد العملية، إن كان يحب أن يكون شعره طويلا أو إن كان يحب أن يكون شعره قصيرا. كيف سيكون اتجاه شعري المزروع؟ نحن وبفضل خبراتنا الطويلة نقوم بفتح القنوات أثناء عملية زراعة الشعر بطريقة احترافية، بحيث سيكون اتجاه الشعر المزروع نفس اتجاه الشعر الطبيعي، وبذلك سيكون الشعر الطبيعي والشعر المزروع متناسقا بشكل كامل. هل يلزم جلسة ثانية من عملية زراعة الشعر للمريض؟ هناك حاجة لجلسة ثانية من عملية زراعة الشعر للمرضى الذين يعانون من صلع ذات مساحة كبيرة جدا. في العموم يتم إنجاز الجلسة الثانية من عملية زراعة الشعر بعد مرور 8 أشهر من تاريخ العملية الأولى، ويمكن أيضا إنجاز الجلسة الثانية من عملية زراعة الشعر بعد مرور 12 شهرا من تاريخ العملية الأولى. في هذه الفيديو حاولت شرح ما يجب فعله وما يجب عدم فعله بعد عملية زراعة الشعر، وأتمنى أنكم قد حصلتم على معلومات كافية ومفيدة لما يجب فعله ولما يجب عدم فعله ما بعد عملية زراعة الشعر، لأن الاهتمام بالشعر المزروع بعد عملية زراعة الشعر يحمل اهتماما كبيرا، والاهتمام الذي بعد عملية زراعة الشعر قد يسبب في فشل العملية وقد يسبب في نجاح العملية. ولذلك أرجو منكم أنكم حصلتم على معلومات كافية ووافية للعناية بالشعر بشكل صحيح. وللمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام هواتفنا أو عبر البريد الإلكتروني، ويمكنكم أيضا زيارة موقعنا على الإنترنت. وأشكركم جزيل الشكر، وأتمنى منكم زيارة مركزنا، زيارة مشفانا إن كنتم في حاجة إلى عملية زراعة الشعر.